Alors, Servicom Group Tunisie, il travaille dans 4 domaines d'activité, travaux publics, climatisation et chauffage, ascenseurs et escalateurs, ou dans le domaine télécom. Dans le domaine télécom, خلقنا مارك تاعنا مارك تاع التليفون من فيتشر فون لي سمارت فون لي تابليت اللي كنا لونسي اون 2014 و اون اي اون تران دو ديفلوبي لا نحن كسيرفيكوم اون سوفوا كا بارتنير مع سوبكوم تعاملنا سورتو في اطار تشالنج سوبكوم تشالنج عملناه السنه علاقه زاده هيستوريك عندنا بليزيور انجينيور معنا اللي فرحانين بهم واللي قراو في سوبكوم وبالتالي في كل مناسبه فما الامكانيه نكونوا فرحانين باش يكونوا حاضرين بالنسبه للكيب اللي ليكيب كود كور اللي الو في تشالنج من تروازي كيب غانيونت هدينا لهم تابلت سيرفيكوم اسمها سيرفيكوم ديسكتوب سيت اون تابلت ويندوز لا بريمير تابلت ويندوز افيك انتل انسايد حاجه حلوه دو كاليتي توي في وسطها 6 جيجا حاجه محترمه حاجه حلوه ميرسي بوكو مرحبا